مدخل حديقة الحيوانات هنا في ساسكاتون. ناخذكم النهارده في جولة في حديقة الحيوانات. الثعبان باشا برحب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انت زعلان ليه؟ مين مزعلك يا باشا؟ حلو لما تكون حديقة الحيوانات فاضية مفيش الا انت. باشاوات دولي باشا ده مش همه حد. متحركوش ليه دول؟ يا ساتر ده مستخبي هناك في الآخر. اسمه ايه؟ هيدج هوج. عراي فارس بقولي زي السوني يا بابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا حديقة الحيوانات في ساسكاتون. ناخد لفة كده. حلو ان احنا في وسط الاسبوع الثلاث النهاردة فالدنيا فاضية مفيش ناس كتير. خلينا نشوف هوريكم ايه. شفتوا المدخل قبل شوية؟ هوريكم بقى بقية الحاجات. والبوم مستخبي هناك هم الاثنين جنب بعض شايفينهم؟ تفين ايدي. اين الكاميرا هم؟ وانا النهاردة مش في درس احياء طبيعية فمش هعرف اسمي الحاجات دي كلها. ده بتسموه ايه؟ قولولي انتو. دي اللي بيسموها العنزة ولو طارت. ايه يا عم انت بعيد كده ليه؟ اهو طلع اهو. ولا طلعت. يا هلا يا ما شاء الله اللي ورا ده. يا اهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا. انتوا جايين تشوفوا مين اللي تفرجوا علينا زي ما اتفرج عليكم؟ اه السنجوب اهو اختي على السنجوب. اهلا اهلا ازيكم؟ هلو. طب انت مستني حاجه يعني؟ هم الناس بياكلوكي حاجه يعني ولا ايه؟ مكتوب ان اسمهم الداما داما. غزلان دي اسمها داما داما. ايه الراجل اللي بتاع اللي في وسطهم ده؟ يا عيني تعبانين. رغم ان الدنيا جيم تعودنا نيجي في يعني تعمدنا نيجي بعد ما الشمس كده راحت حرارتها عشان نشوفهم كده بيتحركوا، لكن يبدو انه الكسل الحاجه بتجيهم لغايه عندهم. احنا هنا امام البايزنز.
شايفينهم؟ واحد هناك جاي الأدب يدينا ظهره نايم. هذه البايزنز. يعني ما اكدبش عليكم، الحديقة دي متواضعة جدا مقارنة بالحدائق التانية، لكن يعني كل سنة كده نيجي مرة نشوفها وتمشي، لكنه اعتقد في شفنا احسن منها بكتير، دي صغيرة كده على الجد. لسه هنكمل ونشوف مع بعض. هناك هم كل الحيوانات اللي هنا ما شاء الله أمرة. لوحدهم قاعدين، هما كلهم دايما مكسوفين كده وقاعدين في النص. زهقتكم الحديقة دي صح؟ بس أنا زهقان أنا كمان. اصحى يا نايم يا ولي. البومة تحييكم، دي بومة تانية غير ذيك. أبومة يا أختي على اللي عارفة نفسها دي. بس 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 بس. قطة يعني. ايه بتبص على مين؟ ايه ده في حد ورا؟ انا ما انتبهتش للي ورا ده. شايفينه اللي ورا ده؟ استخبي نايم جوا. هتحرك اهو. ابوما كابتن. عندنا دببة. كده حللنا ثمن الدخول هنا. جايين نشوف الدبة ده، بس دبة بشوف دبة كان بيتحرك قبل شوية، مش عارف نصوت عليه ده، نخاف منه. فين التاني؟ في واحد تاني. مستر بير وراح فين؟ لا ده ورايا، انا كنت فاكره فكره بعيد. فين التاني؟ هناك اهو، اهو هنا سموير. اشتروا اشتروا صحتين. حسدتكم انا ولا ايه؟ المفروض ان دي قردة، صغار القردة. ايش الظلام شايفين؟ ده ذئب صنطوط كده دلوعة. سويفت فوكس، ذئبي ثعلب، ثعلب والمكار. توتا توتا، خلصت الحدوتة. جولة سريعة ساعة ونص تقريبا. يعني بصراحة عايز تغير جو ممكن تيجي تغير جو، غير كده مش للدرجة دي يعني. يلا نشوفكم على خير في حاجة تانية نعملها. في أمان الله.